هذا سائل يقول: وردت عدة صيغ في الرفع من الركوع كقول الله، يقول وردت عدة صيغ في الرفع من الركوع كقول اللهم ربنا لك الحمد وقول اللهم ربنا ولك الحمد، فهل يجوز أن أنوع بينها في كل ركعة في الصلاة الواحدة؟ لا، يجوز تجمعها كلها في ركعة واحدة، تأخذ واحدة منها، ويمكن بالصلاة الثانية تأخذ الصيغة الثانية وهكذا. نعم، لكن ما تجمعها في صلاة واحدة. نعم.